استاذ محمود عبد العزيز. كان لا كان دايما يقعد يقرا وكان دايما يقعد يحكي لنا ويلخص اللي قراه في القعده. يعني مش اناني لدرجه انه يستاثر على نفسه بالمعلومه وتبقى له وحده. مشهد او موقف من جبل الحلال مش ممكن تنسيه معايا النهارده. استاذ محمود كنت رايحه المفروض اخطب نرمين الفقيلو وبعدين ببوظ الجوازه ودي طلعت مني على الهوا. بتقول له انا مش عايزه مهر نرمين بنعومه كده ولا شبكه ولا بتاع. قلت له واه مهر ايه ده؟ مهر ايه هو بتاع ايه؟ انت عارفه ده مين؟ ده ابو هبه، ابو هبه بيه. يعني هي عايزه تطفشها بشكل غير مباشر. دفع الاستاذ ضحك قوي لدرجه وكان السقف خشب والناس طلعوا على ضحكه فبقوا واقفين معانا. المهم دخلت اللي بعدها، كانت الجمله اللي بعدها بتقول له وعامله لك بط ومحشي فلفل. انا بقلد كل الناس، سوري يا نرمين ان انا بقلدك. فرحت قلت لها الفلفل اللي بتعمليه ماسخ. رهيبه. طبعا لقيت الاستاذ محمود ضحك لدرجه طبعا مثلا طبعا. بتاع 15 دقيقه تيك. قلت له فانا من دون قصد قلت له استاذ بتضحك عليا يا استاذ، هو انا بضحك قوي كده؟ قال لي لا اصليه طالعه من بقك بخي. لما اتفرجت طبعا ضحكت، فعرفت الاستاذ الله يرحمه كل ما المشهد ده يتعمل عرفت يعني ليه كان بيضحك قوي.